وهم بعدنا معكم مستمعينا بهدى وهن من بانوراما. وممكن يكون حدا من اللي عم يسمعنا اليوم بحب الكتابة وبحاول دائما انه يكتب يبدع ويتميز، ولكنه ما بيعرف كيف يبدأ او كيف ممكن يكون الإبداع. خلينا اليوم نتوقف مع الكتابة، نعرف هل هي مثل ما بيقولوا موهبة أو ممكن تكون مكتسبة. خليني رحب بضيفنا الموجود معنا على الهواء مباشرة، الكاتب محمد الأحمدي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يا أهلا وسهلا، مرحبا وسهلا، يسعد نهارك. نهارك يا رب. خليني بداية أسألك، الكتابة موهبة فطرية ولا مكتسبة؟ طيب سؤال شائك هذا شوية. شخصيا في اعتقادي أنا موهبة الكتابة ممكن تأتي بالطريقتين، بمعنى في كاتب فطري اللي هو الكاتب هذا اللي من هو صغير عنده هذه المحاولات الكتابية وهذه الميول الكتابية. نعم. اللي تلاقيه مثلا مهتم بالكتب، تلاقيه يقرأ كثير، تلاقيه يكتب كثير. يعني مثلا أنا أتذكر من عمر 7 سنين تقريبا كنت أكتب وأتخيل سيناريوهات مختلفة لأفلام الكرتون اللي أتفرجها. نعم. يعني أتذكر مثلا في حلقة من مسلسل زورو. نعم. معروف أتوقع للأغلب اللي في عمري، كان ينهزم فيها البطل أو اللي هو زورو وينزع قناعه ويهان ويقترب من الموت ويكسر سيفه ومن هذا الكلام. نعم. فأتذكر بعد ما تفرجت الحلقة هذه قعدت أيام وأيام أعيد كتابة هذه الحلقة، السيناريو في راسي، يعني سواء وأنا قبل ما أنام أو وأنا في المدرسة وسط الحصص، الكل لاهي ما يلهى فيه وأنا لاهي في هذه الحلقة. أو مثلا بدل ما يخسر منتخب اليابان أخلي كابتن ماجد فجأة يسجل هاتريك ينقذهم في آخر الدقائق. نعم. هذه كلها سيناريوهات كنت أسويها من أنا صغير طبعا. هذه كلها ميول فطرية. نعم. واضحة للكتابة من عمر مبكر، ما حد علمني عليها، ما حد قال لي تقدر تسوي كذا وكذا، ما كنت أعرف حتى الكتابة وقتها عمر. نعم. 7 سنين من يعرف الكتابة؟ نعم. ولا حد دلني يعني عليها ولا شيء. لكن في نفس الوقت مو هذه الطريقة الوحيدة عشان الواحد يبدأ رحلة الكتابة. نعم. مثلا في ناس يكتشف حبه للكتابة ويتعلم مهاراتها بعد ما يقرأ كتاب معين مثلا، أو بعد ما يعني يقرأ كتاب يتمنى أنه كتبه، فمن هنا الشرارة تولع. أو مثلا يكون عنده قدوة معينة تكتب هذه القدوة فيحاول يكون زيها. فالأسباب كثيرة، ممكن الشخص يعني يولد بالموهبة أو ممكن يكتسبها مع الوقت. نعم. أشوف شخصيا أنه الكتابة ممكن تكون الاثنين زي ما قلنا. نعم. لكن صاحب الموهبة اللي هو صاحب الموهبة المكتسبة يحتاج يبذل أضعاف أضعاف جهد هذا الشخص اللي ولد بموهبة الكتابة الفطرية. نعم. دائما بكل شيء أستاذ محمد، لما يكون عندك موهبة أو محبة لها وتطورها بالعلم وتطورها بالتدريب وبالتجربة، أكيد بيكون في إبداع أكبر ربما من لما تكون موهبة لحالها أو لما يكون علم لحاله. طبعا. طب حضرتك كاتب كتاب، عندك كتاب إلكتروني كيف تصبح كاتبا، لهودي اللي ما عندهم الموهبة كيف ممكن يصيروا كتاب؟ طيب الكتاب أنا تكلمت حتى في الفصل الأول إنه عن هذا السؤال الوجودي اللي هو هل أنا كاتب؟ نعم. في ناس كثير ما يحب هذا السؤال اللي أوه بس أنا كيف أعرف إني أنا كاتب؟ كيف أقدر إنه من فين أجيب الجرأة عشان أطلق على نفسي إني أنا كاتب؟ نعم. فالفكرة من هذا الكلام كله إنه هذه كلها أشياء مجرد عوائق ما راح تفيد الكاتب بشيء. يعني أنت ليش تفكر هل أنا كاتب ولا أنا مو كاتب أو كيف ممكن أصير كاتب؟ يعني أنت تبدأ تكتب وتقرأ ومع الوقت راح يبان. يعني الكتابة شيء جدا مبني وشيء جدا صعب، فهو راح يفلترك إذا أنت ما قدرت تكمل راح يبان أنك أنت لست كاتب، وإذا كملت راح تكون كاتب بدون ما تحتاج هذه المسميات تقول تسأل ولا أنا ماني كاتب لا أنا كاتب. هذه كلها أشوف أشياء يعني مجرد إعاقة لعملية الكتابة. نعم. هل الكاتب اللي بيكتب كتب عادية ربما بتكون قصة أو ربما بيكون عم يحكي عن شيء معين، بيختلف عن الكاتب اللي بيحكي شيء خيالي؟ حضرتك عندك رواية خيال علمي 2050، لما بتكون رواية بنقبل أي شيء فيها،
ربما لما بيكون كتاب عم ينكتب عن شيء واقعي أو عن شيء بيكون صعب التصديق، أي الأسهل بالنسبة لك وحضرتك عندك كتاب وعندك رواية خيال علمي؟ بصراحة ما فيهم سهل، ممكن كان الكتاب بالنسبة لي أنا كان كأنه تاريخ أو كأنه تسجيل لوقائع صارت. بالنسبة لفكرة إنه الناس ممكن يتقبلوا أي شيء، صح بالروايات الناس يتقبلوا أكثر من الكتب، لكن في نفس الوقت الرواية يعني ما بقول مختلقة بالكامل، لكن جزء كبير منها مختلق، فأنت تحتاجي تكوني عنصر جذب كتير قوي بده يكون فيها تنكفي. مو بس كذا يعني تخيل إنك راح تكتبي قصة من خيالك، لكن طبعا القصة هذه لازم تكون واقعية ومصدقة، نعم يكون لها واقعها الخاص. نعم. هل ممكن كمان الكاتب يكون ناقد؟ وشو العلاقة بيناتهم؟ أم أنه الناقد ربما بعد فترة زمنية بيقدر يصير ناقد؟ طيب إذا كان قصدك أنه إذا قصدك ينقد كتابه هو، فطبعا الكاتب هو أول ناقد لكتابه وكتاباته. نعم. نعم. لكن في نفس الوقت لازم يكون للكاتب ناقد آخر، يعني تخيل أنك واقفة أمام جذع شجرة ما راح تقدر تشوف الأوراق، لكن الناقد هو اللي واقف خلفك بخطوات كثيرة ويقدر يشوف كل شيء. نعم. فالعلاقة بينهم طبعا معقدة جدا، لأنه كثير من الكتاب يعني بالذات في البدايات، نعم، لما يستقبل انتقاد لكتابه أو كتاباته يأخذه بشكل شخصي، أنه أنت ما انتقدت الكتاب هذا، أنت انتقدت مهاراتي في الكتابة وانتقدت شخصي وانتقدت هذا كله. فالعلاقة معقدة بين الكاتب والناقد، لكن أنا أشوف النقد هو الوسيلة الأفضل لتحسن الكاتب. نعم. الكتابة بتحتاج لدراسة أستاذ محمد، في إلها أنا طبعا لأني مش داخلي بهالموضوع، فهل تدرس بالجامعات؟ شو المواد اللي الواحد لازم يدرسها إذا كان مفكر إنه يصير كاتب؟ يعني أنا وعم بحكي معك بتخيل ربما لغة، ما بعرف شو المطلوب. طيب. منه أنا خريج نظم معلومات. نعم. ما درست اي شيء له علاقه بالكتاب. نعم. اي ممكن تستفيد من اللي هي الدورات او تستفيد من هي ورش العمل حقت الكتابه، لكن كشهاده ما اتوقع انه يحتاج. الادب ميزته انه او اللغه ميزتها انك راح تدرس ادب كثير. نعم. هذه الميزه الوحيده، لكن ما يشترط انك تدرس اي شيء. نعم، يعني القراءة ربما كمان والاطلاع مثل ما حضرتك قلت. القراءة هي الخطوة الأولى طبعا. نعم. اليوم كيف بتشوف الكتب في الوقت الحاضر؟ شو اللي تغير، الفرق بين الكتب في الفترة الماضية وهلا؟ قد ايه بتقرا حضرتك كتير هلا؟ بتشتري كتب ولا بتفضل القراية اونلاين؟ لا أنا أشوف تجربة الذهاب للمكتبة هذه لا شيء يضاهيها بصراحة، حتى مع اختلاف الأسعار وهذا كله ما في شيء زي إنك مشوار المكتبة هذا الحال له جو يعني خاص فيه. نعم. أي بالنسبة للكتاب، الكتاب أنا بتكلم إذا سمحي لي عن الكتاب في الوقت الحاضر. تفضل. يعني الكتاب في الوقت الحاضر إحنا عندنا منصة سرد الأدبية. نعم. جميع المهتمين بالكتابة وكذا، ويعني عندنا كتاب كثير خلينا نقول يافعين أو ناشئين، والصراحة الجودة وجودة القصص والكتابات اللي توصل يعني شيء مذهل، شيء أحيانا أنا ما يعني أقول مو معقول هذا شخص له سنتين يكتب نعم. هذه الجودة. فالكتاب رائعين، لكن عندنا مشكلة في نفس الوقت. نعم. هو ممكن يعني رجاء شخصي أنا إنه الكتاب والقراء سواء سعوديين أو عرب يقرأوا أكثر أدب سعودي وأدب عربي. يعني مو منطقي انك انت كاتب عربي بتكتب كتابه بالعربي للكتاب العرب ما تقرا عربي. يعني اوكي الواحد يقرا دوستويفسكي، ستيفن كينج، ماركيز، كل الكتاب هذولي، بس كمان في عبد الرحمن منيف، في نجيب محفوظ، في بثينة العيسى، في طارق امام، في عزيز محمد، في كتاب كثير عربيين. نعم. تقرا هذا تقرا هذا على اساس انك يعني لازم تتشرب الثقافه العربيه حتى تكتب للعرب. نعم. إذا بدي أختتم معك هذا الحوار بكتاب أو كتابين ممكن تقترحهم على مستمعينا برأيك إنه حيستمتعوا بقرايتهم وحيستفيدوا منهم، شو ممكن تختار؟ طيب عفوا أنا أقترح صراحة كتاب النهايات لعبد الرحمن منيف، يعني هذا أنا قرأته أكثر من مرة. نعم. الكتاب جدا جدا رائع فوق الوصف يعني. النهايات. والكتاب الآخر النهايات لعبد الرحمن منيف.
نعم. والكتاب الآخر هو واحد من عفوا والكتاب الثاني. نعم والكتاب الآخر هو 100 عام من العزلة الماركيز. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي، يعطيك العافية. شكرا، شكرا، تشرفت سعيد، استمتعنا بالحديث معك، إلى اللقاء.